السلام عليكم يا البلاندي، خوكم سفيان توجور. سالو لي زوم اي لي زوملات، واش راكم خاوتي؟ نقولكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم. نقول لكم بلي راني في الجنان اليوم، راني بديت نقطع في الحشيش هذاك يا الفلاحه. والله مازال السخانه، رانا صايمين اليوم روبو بو، عندي 3 جور روبو على كل حال. مي راحنا راح في هاد 3 جور اللي عندي ان شاء الله راح نتهلا، باسكو المقنين قلت لكم راني ناسيه. تما راح نتهلا، راني نتهلا، راني نسيت كيف قال لك دير لي رونجي بطاطا هنا ودير لي رونجي بصل هنا. بابا قال الله يرحمه وكان لي نهضر لكم برك على 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 التلقيم تاع الميلي. التلقيم تاع الميلي خاوتي ساهل، سي سامبل، سي سامبل. دوكا صديقكم جبتو انت ولا شريتو، ولا شريت شريه، جيبو صغير، جيبو صغير هكذا، وسيرتو بالك سي جيبو صغير وشوف كيفاش اللي كان مربي عنده، شوف ولا ما عنده الزواوش بزاف. سقسي بالك كان صغير عنده كوبل برك، كوبل تما هكذا ولا دو كوبل ولا هذوك انتيك، وشري هذا اللي عنده غير مقنين وكناري تما، يا يما يا بابا هاك فاهم. ثم ماشي مخلط بزاف عصافير، على باليش يعني واحد عنده الموانو ولا ما على باليش هاك فاهمين. هذيك ماكوش دير له هذاك، ساهل خاطي. تاع تغطيه انا ما قلت لكم حتى الان، قلت لكم انا ما نمش تاع تغطي زعوش، غادي ما تغطيش زعوش في اي حاله، ما نغطيهش اي حاله يكون فيها ما نغطيهش الغالب. انا هكذا باسكو ما شتهاش في الطبيعه ما نقدرش نديرها. ولي حبيت باي طريقه ربي سهل عليه، اقسم بالله ماني ننتقد حتى واحد. على بالي بلي الناس كاين، انا كنهضر ناس توسوس يا خويا. انا نقول لكم هاني، نقول لكم والله ماني ننتقد حتى واحد، انا نقول لكم انا واش نعرف واش راني نشوف. هذا ما كان واحد اخر تبعوا كاع الناس يا خو، تحب واحد يغطيها عام يغطيه في كرتونه غتبعوا خويا، لازم مانيش نقول لك ما تبعوش. بصح انا هذه طريقه تاعي هكذا، وما نقدرش انا نبدل رايي على جلب بنادم واحد اخر، ما نقدرش الله غالب. هذه ياك وتعرفوني كيفاش عامل خاوتي. المهم باش ما نطولش بزاف باسكو الميلي، الميلي مليح كي تجيبو يكون فرخ هكذا، يكون فرخ ويكون ماشي مخلط مع زواوش بزاف وكاع هكذا. دوزيامون تحطو في شومبرا وحدو، نقولو في كالم، حطو في كالم في شومبرا ولا كالم ولا في عفسه في كالم، وحطو ان بي 3 فوقو، شوف لو شونج خو شباب. انا نحب تيتاتات، نحب تيتاتات تاع تاع لاجيري. تما واش حبيت نقول لكم، شغل داك هو الميلي خدمو شباب ويزيد يبدع فيه. حطوا تما وسمع له خويا العزيز، ما تغطيه ما والو، حطوا في طرو قدامو يكون ماشي ما يكونش عالي، بون يكون يسمع شويه بصح ماشي عالي. نقولوا فوليوم ولا معليش انا ما قدرتش نحط مع الفوليوم، انا شغل هو يسمعوا، ماشي لازم يكون يعيط فاهم، ماشي لازم يكون يقلق قاع الدار، يكون تقدر تسمعوا انت ابيبري هكذا، باسكو الصون تاعهم ماشي كيما تاعنا. تما ما تنقص له يسمعوا المقنين هاك ساعة روماركي، راك تسمع في راك تسمع في الشوم في بليكو. هذه صرات لكم ولا ما صرات لكمش؟ والله غير صرات لي، نكون في الدار ونشوف كاش فيديو، شاف فيديو زعما في اليوتيوب تاع مقنين، نسمع مقنين راني بليكوتو راه ونبقى نتاعي كاع يبداو يغنوا. تما تعرف هنا بلي الحاسه تاع الصوت تاع الزاوج بزاف بزاف فوا، تما نقص له خليه غير هو يسمعوا باش ما تقلقش الدار معاك ولا، وخليه يا خو خليه ما تقلقلوش ما تقلقلوش، باسكو على الميري يبدا راماجي على البكري فهمت، يبدا راماجي على البكري 28 جور الميري يبدا يغني، يبدا راماجي يبدا يسكن في الغناء، يبدا يرتب يبدا يصفي وكذايا. ايه هكذاك 28 جور 30 جور يبدا الميري يبدا على البكري، او يرتب او يرتب او يسمع في الغناء، وتلقاه ساعات غازويه انت تسمع فيه غازويه بصح يسمع او يسمع او ميم طور او يسقم. خليه ما تقلقلوش، خليه ما تقلقلوش، خليه 3 شهور 4 شهور ما فيهاش شغل فهم. بالك انت بالعقل على بالك كيفاش دير له الميلي، انت كدير تسمع فيه باك هو يبدا يصفي في الغناء هكذا. ماك انت تقول نحبس له شون، نحبس له الشهر هكذا، نحبس له نقولو شهر شون، ومن بعد هو يبدا غازوي هكذا. ومن بعدك انت تشوفه مازالو شغل مازالو ما فراش هذيك النوطه انتيك ولا مازال ما كملاش، عاود سمعها، عاود سمع له. وشنو كاينه عفسه في الميلي؟ كاينه عفسه في الميلي خاوتي، اذا طاح لك فوسمي ولا تشوكا ولا حبس لك الشون في الوسط، ما تحطوش قدام زواوش واحد اخرين، عاود رجعوا لبلاصتو، عاود سمع له الشون هذاك، باسكو علاه يقدر يدور لك الشون. اذا كان فيهم مام يلحق حتى 8 شهور يقدر يدور الشون، هاي صرات لي ليا، ومن بعد نوريكم البرهان وبالتعديل هكذا. هذاك الاصفر هذا قلت لكم يا اخي الشون، سمعت لكم الشون مقنين تاع يماه، انا كنت حاب يجيب هذاك الشون، بصح كي وريت لكم الدليل بلا يغني مقنين، ومن بعد موراها واش انا تما ما كنتش، كنت اخي كنت دايرو في سكوت ما كان والو. من بعد واش صرا له تما؟ كان فرالي غناه شويه، كنت حاب نديرو، قلت حتى يفريها باش نديرو. من بعد وصرا تما قلت لكم صرا لي تشحم لي وكذا، حبس لي من الشون. ومام طون
واسمو اللي جبته هنا حطيته هنا في حطيته هنا في الجنان، جبته غير كيما حطيته هنا في الجنان مقلين راك بدا يغني بدا يغني في هذيك لا بيريود هذيك، وانا ما كنت نسمع له والو من قبل اخي قلت لكم البيضه. فهذيك لا بيريود عاود دور لي الغنى تاعو عاود غنى لي هذاك المقلين او يغني لي دوكا هذا المقلين ولا لا ماجوريتي تاعو تاع المقلين اللي جبته في الجنان. حبيت نقول لكم تسمى في هذه لا بيريود اذا تشوكا ويدا كما نقولوا صرا لك عفسه فوسمي ولا فهمت لازم تعاود تسمع له الشون هذا وما تخليش مع ما تخليش مع الموان ولا ما تخليش باسكو يقدر يدور لك الغنى يقدر انا نقولوا يقدر باسكو ما يجيش واحد يقول لي انا وانا لا قلت لك يقدر تما كاين يقدر باسكو انا شفتها لو كان ما شفتهاش ما نهضرش عليها. وثاني الميلي ما على باليش عامين انا على كل حال ما ربيت ميلي فوق عامين ما ربيتوش واش نقول لكم واش فوق عامين ما على باليش واش ولا يدور الغنى ولا ما يدورش الغنى مي بصح في هذيك لا بيريود غير يطيح لك فوسمي ولا سكت لك عاود تسمع له الشون هذاك فهمت بون يكون سكت لك مريض ولا حيموت ولا لازم تداويه قبل بصح في هذيك لا بيريود هذاك تاع وين يسكت ابقى سمع له الشون هذاك ياك خافي. هذه الطريقه اللي نقدر نقول لكم عليها ونهضروا بالبرهان ان شاء الله وان شاء الله ندير لكم شون شباب تاع الميلي ملقم بون ميلي يمه مقنين وبابه طارق احتلت ما ما شاء الله الله يبارك راني درتو من قبل قلت لكم عصفور مميز بغناء مميز ودرتو تيتاتات باش تسمعوا الشون هكذا وعلى بالي ما حبيتش نوريه باسكو اكو على بالكم واكو على بالكم ما نقدرش نوري هاد الامور كاين امور ما نقدرش نوريهم انا على بالي عليه وكاين امور نوريهم عادي هكذا. المهم خاوتي هذه هي وش نقول لكم ثاني انا عندي وقلتها ديجا قلتها ديجا انا واش هضرت كاع دوكا واش راني نهضر البارح واش هضرت اليوم انا هضرتها في مواضيع من القلب هضرتها في مواضيع من قبل هذه واش هضرت لكم خاوتي انا كانت عندي قناه فيها كاع هاد الامور انا واش راني ندير راني نعاود برك هكذا نعاود ونضيف ونجيب الدليل والبرهان العام اللي فات كنت نهضر ما كانوش البراهين بزاف بصح هاد العام راني نهضر بالبراهين باسكو على درت تجارب انا قلت حلفت ما نهضرش باش نهضر ما نهضرش باش نهضر ونحي واش مو هذاك التقليد الاعمى ونتبع الناس غير بالهضره وانا قلت لكم راني نحيها نهضروا علميا منطقيا هذا ما كان حتى هضره جديده هنا فهمت على حسب صلاحات في الطبيعه على كل حد زدت اضافات هذا ما كان بصح ما كان حتى هضره هضرتها اليوم ما هضرتهاش البارح ولا لو البارح هذا ما كان تسمى المواضيع هذو كاع هضرت عليهم لو كان تروحوا تبعوا تاع التغريد اذا ويراتي ولا ماشي ويراتي ولا تاع السيكتور مش تسمعوهم كاع من العباد هذوما كاين بزاف العباد تسمعوهم عاودوا شوفوا هذوك المواضيع تعرفوا بلي كلامي من تم هو جاي من الطبيعه نتبع الطبيعه هذا ما كان انا هذو واش ندير نتبع المقالين في الطبيعه حبست نتبع الناس هذا ما كان هذا واش درت ما درت حاجه كبيره حبست نتبع الناس والهضره تاع الناس نتبع انا الطبيعه يا اخو دوكا اللي خرجت عليه الطريقه تاعي اللهم سهل يتبعها يتبعها على روحه واللي يحب يتبع طريقه تاع واحد اخر انسان يتبع على روحه على كل حال هذه كيما حريه وكل واحد يدير واش يحب في القناه تاعو وهذا ما كان هذا ما كان خوفي وهذا واش حبيت نقول لكم حبيت نزيد ندير اضافه بك. انا عندي متر شونتور مليح يكون ميلي شباب في الصغير ونقول لكم عفسه الميلي تاع المقنين والطارع والله العظيم غير حاجه روعه هذا الميلي روعة يجي رقيق سمعتوه ديجا وان شاء الله نزيد نسمعوكم فيه هكذا نزيد نسمعوكم فيه وداك البربي نزيد نسمعو لا مازالو يغني والله ما على بالي ولا مازالو يغني ولا حبس ولا والله ما على بالي تما نزيد نسمعوكم فيه باش تعرفوا باللي شغل الميلي بريميرمون قاصح يفورسي المقلين يتعلم باسكو صراش لي ليا صراش لي ليا فرصه لي المقنين تعلم فهمت شنو نقول لك بصح ما رفدتش كلش كيما نقول لكم انا ما جربت هاد الامور خاوتي جربتهم هاد الامور يا والله غير تاع ويتشي لو كان لقيت انا هكذا طريقه هكذا نغطيه ونسمع له هكذا ونجحت لي وعلاش راني نهضر ما نهضرش بصح ما نجحت ليش ليا واحد اخر نجحت له الله يسهل عليه هكذا كيما قلت لكم نقول عند ربي سهل عليه انا نقول لكم واش نعرف ونهضر بالعلم والمنطق وهذا ما كان حاجه واحده اخرى ما نفهمهاش انا الامور وخلاص هذه هي ايه عفسو انا في كلش يكون صغار خالتي التاريخ الجغرافيا
بزاف بالرقوله لا دوك انا ملي كنت نقراهم يتعلمونا غير الكذب وفاني هادو اساتذه في المسجد وعلمونا الكذب. تعليم كومبلي تعليم كومبلي فو تعليم مدرسه اللي كنا نقراو فيها يقرونا التاريخ تاع التاريخ تاع تاع التاريخ تاع الغرب هذوما اللي هما كانوا في الجهل في الجاهليه وما يقرولناش التاريخ تاعنا تاع الصح التاريخ الاسلامي. والاسلام هو اللي جاب العلم التجريبي خرج من النظريات ودخل في العلم التجريبي. شكون ماشي الاسلام الاسلام دوك انا هذه مدرسه هذو المدارس وكذا وغلطونا. تحبني نسمع انا جعفر تاع جعفر اللي كان قاعد فوق الصور عنده نيفو سنه سادسه كان يصيد المقلين بكري وباك يقول لنا نسمع له لا لا اكو تشوفوا من انا جاي لا لا انا ما عندي حتى شغل على بالي كان عباد ماشي زعما النيفو تاعو سنه سادسه ولا لا لا مي بصح انا نحكي لكم على عباد انا كبرت معاهم نعرفهم مليح انا هذاك هو ليكزومبل نقدم ماشي زعما بواحد ما سنه سادسه يقول لك عطاو لي قاري والله لا فهم مانيش نضحك على الناس باسكو النيفو ديالهم ولا بصح حبيت نقول لكم برك لازم تشوف عيني ولا حاجه جايه من القران والاسلام بيان سور هذيك حاجه انا منها بصح ابار سا ابار كلام ربي والعلم والمنطق انا ما انا منه حتى واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.